في هذا العرض سأقدم مشروعي للتأسيس لنهضة موسيقية عربية جديدة بالاعتماد على تقانة المعلومات والاتصالات ووسائط التواصل الاجتماعي. في البداية هناك عرض للفقرات التي سيتضمنها العرض. أولا تمهيد لعرض الأعمال التي سبقت إطلاق المشروع على مدى 30 عاما مضت، ثم مقدمة حول أسباب إطلاق المشروع. تتعلق هذه المقدمة بواقع الموسيقى العربية اليوم، الأدوات الجديدة التي توفرها تقنية المعلومات والاتصالات وخاصة وسائط التواصل الاجتماعي. ثم أستعرض مراحل المشروع المنجزة. المسار الأول ناقد للمعرفة الموسيقية عبر التلفزيون والدراسات المكتوبة السمعية البصرية. المسار الثاني محرض على الإبداع الموسيقي. المسار الثالث توصيفي لواقع الموسيقى العربية. المسار الرابع حواري يعتمد على التغذية الراجعة التي توفرها وسائط التواصل الاجتماعي. أتحدث أخيرا عن إيجابيات المشروع وعن عوائق خاصة بالمشروع. تمهيد: ما هي الأعمال التي سبقت إطلاق المشروع على مدى 30 عاما مضت؟ البداية في المرحلة ما بين عامي 1985 و2012، وتتعلق ببناء نظام معلومات الموسيقى العربية، وهو مؤلف من قاعدتين: قاعدة المراجع فيها تخزين رقمي لأغلب المراجع في الموسيقى العربية وتاريخها ما يسمح بالبحث فيها، ثم قاعدة الألحان وهي تخزين رقمي للأعمال الغنائية والموسيقية مع توثيق كافة البيانات المتصلة بها، ملف صوتي، سمعي بصري، الملحن، الشاعر، المقام، ما يسمح باسترجاعها بشكل آني وبإجراء مقارنات تتصل ببياناتها. بالإضافة إلى وضع نظام معلومات الموسيقى العربية، كان هناك وضع لمنهج تحليلي مقارن يكشف مكامن الإبداع الموسيقي الذي ولدته النهضة الموسيقية في القرن العشرين اعتماداً على ذلك النظام، على نظام معلومات الموسيقى العربية، وتطبيق ذلك أمام المشاهدين في برامج تلفزيونية عديدة. أول توظيف لقواعد البيانات كان في عام 1991، أي قبل 27 عاما، ولعلها كانت أول مرة يستخدم فيها حاسوب شخصي أمام كاميرا التلفزيون في العالم العربي. لنتابع. في هذا الحاسب تم بناء ما يسمى قاعدة معلومات أو قاعدة معطيات لأعمال الأستاذ عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم وفنانين آخرين، اخترتهم لأنهم أثروا في فن الأستاذ عبد الوهاب أو تأثروا به. لقد قمت بكتابة هذا البرنامج بعد أن قمت بتحليل كامل لأعمال الأستاذ عبد الوهاب الموسيقية والغنائية وأعمال السيدة أم كلثوم والفنانين الآخرين بغاية تحديد العناصر الجديدة التي أضافها الأستاذ عبد الوهاب والعناصر التي نقلها. لنستشر الحاسب لتحديد أول وثيقة صوتية قدمها الأستاذ عبد الوهاب بصوته. إنها قصيدة أتيت فألفيتها ساهرة، قدمها عام 1921 وكانت من نظم خليل مطران ولحن سلامة حجازي. طبعا كان هذا في عام 1991. هذه الصورة هي مستقاة من نفس البرنامج. في عام 1997 وفي برنامج آخر نهج الأغاني عرضت قواعد البيانات، عرضت قاعدتي بيانات الألحان والمراجع. لنتابع. وهنا طلبت من الحاسب أن يعلمني عن القصائد التي غناها عبد الحمولي. أعلمني الحاسب وذلك أنه في كتاب عبد الحمولي زعيم الطرب والغناء للمؤلف محمود كامل وفي الصفحة 64 ورد هناك ثبت للقصائد التي غناها عبد الحمولي، وهي: أراك عصي الدمع، أسرت فؤاد المستهام، نالت على يدها، تذلل لمن تهوى، عجبت لسعي الدهر، وحياتكم وحياتكم قسما، غيري على السلوان قادر، أي إن
قصيدة وحقك أنت المنى والطلب لا ترد ضمن هذه القائمة لقصائد عبد الحمولي. وهكذا تبين لي أن ملحن وحقك أنت المنى والطلب هو الشيخ أبو العلا محمد، وقد قمنا فعلا بتثبيت هذا في سجل الأغنية. طبعا هذا كان في مجال البحث والتوثيق، لكن أيضا نظام معلومات الموسيقى العربية يسمح بإجراء إحصاءات للبحث مثلا عن أعمال غنائية لملحن محدد على مقام موسيقي محدد. هنا مثلا نبحث عن الأعمال الغنائية التي لحنها فريد الأطرش على مقام البيات. إذن على الحاسوب سنطلب إحصائية الملحن الأستاذ فريد الأطرش، الآن المقام بيات، نطلب قاعدة البيانات الموافقة. رأسا لدينا هذه القاعدة التي تعطينا جميع الأغاني التي أتت على مقام البيات، ونلاحظ هنا العدد 75 أغنية عند الأستاذ فريد الأطرش على مقام البيات. ويمكن طبعا أن نستعرضها بسرعة ونلاحظ أنها طبعا هنا اسم الأغنية، نستعرض ونلاحظ أن عددها كبير جدا. طبعا هذا كان في عام 1999، أي منذ حوالي 20 عاما. مثال آخر، مقارنة تتصل بالمقامات الموسيقية ولكن في أعمال أكثر من ملحن أو مجموعة ملحنين في أعمال فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ. هل كان ملحنو أستاذ عبد الحليم يقدمون هذه الجرعة الشرقية، أم أن الأستاذ فريد كان أكثر استخداما لها في غنائه؟ ندقق مع الحاسوب. هنا إحصائية لنسب المقامات عند أستاذ فريد وأستاذ عبد الحليم، طبعا أستاذ عبد الحليم عبر ملحنيه. طبعا في تلك الفترة كان هناك فكرة أن الحداثة الموسيقية تقضي باستخدام المقامات الخالية من الأرباع، مثلا مقام النهواند والكرد واللامي والعجم، وهنا نحدد المجموع. مثلا عند الأستاذ فريد هناك عمليا 23% من أعماله على مقام النهواند، و10% على مقام الكرد واللامي مع بعض، و5% على العجم، والمجموع 38% من أعماله على مقامات خالية من الأربع. أما عند الأستاذ عبد الحليم 18% نهواند، 45% كرد ولامي، 18% عجم، والمجموع 81%. إذن 81% من الأعمال عند الأستاذ عبد الحليم هي أعمال على مقامات خالية من الأرباع، إذن بعيدة عن النكهة الشرقية. أما عند الأستاذ فريد فهي 38%. الآن نتابع مع مقام البيات، وهنا نبدأ في المقامات الشرقية. 5% أستاذ عبد الحليم، 35% أستاذ فريد. من مجمل الأعمال مقام الرصد 3% عند الأستاذ عبد الحليم، 12% عند أستاذ فريد. مقام الهزام 4% أستاذ عبد الحليم، 5% أستاذ فريد. مقام الحجاز الشرقي أيضا 7% أستاذ عبد الحليم، 10% الأستاذ فريد. المجموع نجد 62% عند الأستاذ فريد، عمليا 19% عند الأستاذ عبد الحليم. إذا قارنا تماما نجد هنا الذروة، 81% عند الأستاذ عبد الحليم في مقامات خالية من الأرباع، عند الأستاذ فريد 62% في المجال الشرقي مع توازن، فهناك 38% خالية من الأرباع. وهكذا عند الأستاذ فريد توازن مع اتجاه إلى المقامات الشرقية، عند الأستاذ عبد الحليم سيطرة للحداثة الموسيقية في البعد عن المقامات ذات الأرباع، أي المقامات الشرقية.
مثال آخر مقارنة مباشرة بين الألحان في أعمال فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب، وهذه المقارنة يسمح لنا بها نظام معلومات الموسيقى العربية. في مونولوج عشك يا بلبل هناك لحن متكرر سنستمع إليه، سيرد تماما كما هو عند الأستاذ عبد الوهاب في يا مسافر وحدك لاحقا. ندقق أولا مع الأستاذ فريد الأطرش. في عشك يا بلبل هناك هذا البيت لحنه متكرر. وليفك يداري وانت تنادي، وليفك يداري وانت تنادي، ويرد ايضا اللحن ذاته هنا. حبيبي هاجرني بجماله فاتني، حبيبي هاجرني بجماله فاتني، هذا اللحن يرد متكررا ايضا في يا مسافر وحدك عند دعنية دموعها، دموعها بتتكلم. دعنية دموعها، دموعها بتتكلم، دعنية دموعها، دموعها بتتكلم. ويرد أيضا متكررا في الأغنية التي استمعنا إليها. خليني دايما دايما على بالك، خليني دايما دايما على بالك. هناك أيضا إمكانيات لرسم الجملة اللحنية لخدمة التحليل الموسيقي، كان هذا في عام 1997. مثلا هنا للتعبير عن أفعال الحركة، طار، هل يتصاعد اللحن للتعبير عن الطيران في عمل للملحن خالد الشيخ. ويا معلك بحبل الحب إن كنت ترتاح للغواني مثالي، لا تبالي بروحك في هوى الغيد راح أو تقول ذاك غالي، إن قلب المعنى طار من غير جناح، في هوى ظبي حالي، في هوى ظبي حالي، في هوى ظبي حالي. واستوقفني سجل المعلومات لهذه الأغنية الذي يوضح أن المؤلف مؤلف النص الشاعر مختلف عليه. لماذا هذا الشاعر مختلف عليه غير محدد اسمه؟ ولذلك أردت أن أستفسر من قاعدة المراجع في الحاسب، هل ورد أي نص عن أغنية يا معلق؟ أعلمني الحاسب أنه في كتاب شعر الغناء الصنعاني للمؤلف دكتور محمد عبد الغانم، وفي الصفحة 380 يرد نص أغنية يا معلق تم العثور عليه في مخطوطة في الفاتيكان دولافيدا، وتعود لعام 1053، كما تم العثور عليه في سفينة خليفة. اسم الشاعر في مخطوطة الفاتيكان علي ابن أحمد ابن إسحاق، أما في سفينة خليفة فهو السيد الجمالي علي. على كل حال هذا كان تقديما لكل الأدوات، طبعا هذه أمثلة ليست كثيرة عن إمكانات نظام معلومات الموسيقى العربية، ولكن هي فقط لإعطاء فكرة عما كان قد تم العمل عليه في فترة سابقة. ولكن الآن ننتقل إلى المرحلة بين عامي 2012 وتشرين الأول أكتوبر 2017، حيث رأيت أنه من الممكن الآن أن أطلق مشروعا للتأسيس لنهضة موسيقية عربية جديدة. في المرحلة بين عامي 2012 و2017 تم إطلاق موقع على الإنترنت عام 2012 يتضمن مئات النشرات التي توظف هذا المنهج، منهج التحليل الموسيقي بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. النشرات يدمج فيها النص والصوت والصورة والنصوص المتشعبة، مع تكثيف النشر طبعا اعتبارا من شهر آذار مارس 2017 للتمهيد لإطلاق المشروع. لننتقل إلى الموقع على الإنترنت للاطلاع عليه بشكل سريع. طبعا لنتعرف على الموقع، على المقال أو الدراسة حول أغنية الروزنة، وطبعا نلاحظ الملفات الصوتية، نلاحظ استخدام الخرائط لشرح الموضوع، استخدام الصور
وأيضا هذه الأغنية، طبعا روزانا ليس لها ملف بصري وإنما هي أغنية مسجلة صوتيا، فوضعت لها إخراجا بصريا لكي تستطيع أن تصل إلى عدد أكبر من المتابعين. نشاهد الآن هذا الفيديو، عرض على صفحتي على موقع فيسبوك، وحتى الآن مشاهد من 367,000. طبعا هذا كله موجود على الموقع، على موقع على الانترنت. طبعا هنا المقصود أن يكون هناك كتاب مسموع، هناك برنامج تلفزيوني مشاهد، ولكن هنا النص مستخرج من البرنامج التلفزيوني مع ملف صوتي للاستماع والقراءة، لأن هذا يثبت المعلومات أكثر من المشاهدة البصرية فقط، كما هناك دراسات كبيرة أو كثيرة حول هذا الموضوع. وأيضا هناك إمكانية البحث في النص، نصوص مكتوبة ومسموعة مع بيانات مقارنة أو مقارنة من خلال الحاسوب، فنجد هنا النص ونجد أيضا بيانات مقارنة أتت من الحاسوب، وهذا ضمن برنامج تلفزيوني تم تحويل نصه ليكون مكتوبا مع الملفات السمعية والبصرية، كان مخصصا للفنانة الكبيرة الراحلة أسمهان. نحن في هذا البرنامج نقدم أسمهان كعلم من أعلام الغناء العربي في محورين اثنين مختلفين. وقد تتساءل عزيزي المشاهد، وقد باعدنا الزمان بأكثر من 50 عاما على وفاتها، هل تعد أسمهان فعلا من أعلام الغناء العربي؟ في الواقع ومع أن حياتها الفنية لم تدم لأكثر من 5 سنوات فعليا، طبعا المهم هنا هو إمكانية البحث في النص، ليس فقط الاستماع أو مشاهدة برنامج تلفزيوني فقط كمشاهدة، ولكن أيضا إمكانية البحث في خلايا النص للمقارنة، للبحث عن معلومة معينة. مثلا يا نسيمة الدجى على موقع على الإنترنت لكي نفحص وضع النصوص المتشعبة. مثلا إذا أردنا أن نطلع على سعيد عقل، مثلا هو مذكور سعيد عقل، فلنذهب إلى الدراسة الموجودة مثلا عن سعيد عقل على الموقع، طبعا على ذات الموقع. طبعا هنا دراسة كاملة عن سعيد عقل، عن المراحل التي أنجزها، الأشعار، المواقف، التناقضات، مفاتيح الشخصية. إذن أنا أحاول أن أضع دائما مواضيع متكاملة يمكن أن يبحر فيها من يريد أن يطلع على خفايا وخلايا وإبداعات الموسيقى العربية. مثلا هنا قالب الدور وشرح لهذا القالب، لكن هذا الشرح كان يتطلب ليس فقط ملفات صوتية متداخلة، ولكن أيضا مقارنات مباشرة بين أقسامه، لأن فيه 5 أقسام مختلفة، ولذلك هنا نستطيع أن نقارن مباشرة. هذا اللحن الأول، لكن اللحن الثاني مختلف، أما اللحن الثالث فهو لأهات مثلا، اللحن الرابع، اللحن الخامس، الختام. أما اللحن الرابع ففيه ما يسمى الهام، فلنعد إلى الأول ونستمر. إذن هذه إمكانيات فعلا
هائلة للمقارنة بين أقسام اللحن الواحد، اكتشاف التكرار، اكتشاف التعبير، هذه كلها أدوات موجودة. طبعا بالانتقال إلى الموقع وإلى أغنية زوروني كل سنة مرة بين السيد درويش وعثمان الموصلي، طبعا هنا كان لابد من إجراء مقارنات كثيرة بين النسختين، بألحان سيد درويش والملا عثمان الموصلي. طبعا هناك يعني دائما النصوص المتشعبة، لكن هنا نلاحظ مثلا نوع المقارنة. سنعطي المدخل عند سيد درويش لهذه الأغنية، أما المدخل عند الملا عثمان الموصلي. إذن هناك نستمع إلى المقاطع داخل النص عند اللحن، كيف نتحدث عنه ونعطي النقطة أو المقطع من الأغنية أو المسمع من الأغنية الذي يلائم هذا الشرح. ثانيا، بعد إطلاق الموقع كان هناك إطلاق صفحة على موقع فيسبوك، عدد متابعين حاليا تجاوز 250,000 متابع. نصف عدد المتابعين من الشباب تحت 35 عاما. نلاحظ هنا الصورة، عدد المتابعين 265,000، عدد الفولورز 267,000. ونلاحظ أن إذا جمعنا بين النساء والرجال، من هم أقل، من هم حتى سن 34 عاما، نجد أن العدد يصل إلى 50%. طبعا تم إطلاق قناة على موقع يوتيوب أيضا. الفرق بين فيسبوك ويوتيوب أن فيسبوك هو كالنهر الجاري، المشاهدات تكون لما ينشر اليوم وغدا وبعد غد وبعد ذلك انتهى الموضوع، هناك وسائل جديدة. أما على قناة يوتيوب فكل شيء متاح دائما، ودائما الاطلاع ليس مرتبطا بيوم معين أو بجريان معين، وإنما هناك اطلاع مفتوح دائما. فهذه مثلا حلقة من حلقات نحو نهضة موسيقية عربية جديدة، وهي تحلل أغنية للسيدة فيروز، وهي أغنية دقيق طل الورد على الشباك. طبعا مع إخراج بصري ملائم للأغنية، الأغنية ليس لها تسجيل بصري ملائم. مساء الخير. لا يمكن التأسيس لنهضة موسيقية عربية جديدة دون وضع صياغة منهجية لأسس الإبداع التي أنتجتها فترة النهضة التي عاشتها الموسيقى العربية في القرن العشرين، وهو ما أعمل عليه في حلقات هذا البرنامج. طبعا لا نستمر في ذلك، هذه الأعمال كلها معروضة على قناتي على موقع يوتيوب. الآن مقدمة حول أسباب إطلاق المشروع في تشرين الأول أكتوبر 2017. أولا، واقع الموسيقى العربية اليوم، نحن فعلا مهددون بأن تغيب هذه الموسيقى عن جيل الشباب في عالمنا العربي للأسباب التالية. أولا، الجمهور. تتصل استدامة الموسيقى العربية المتقنة باستدامة جمهورها. من هو جمهور هذه الموسيقى اليوم؟ جيل عاش فترة النهضة أو عاش الأفكار القومية العربية سيغيب مع الوقت. جيل الشباب الذي يتوزع أغلبه بين ثلاثة إيديولوجيات جاذبة طاغية. أولا، تأثير طاغ للغرب بكل إيجابياته وسلبياته، الإيجابيات في العلم، الإيجابيات في الاقتصاد، الإيجابيات في كل شيء، ولكن في الفنون النماذج الموسيقية الوافدة إلينا لم تعد تلك النماذج الراقية التي كانت في الموسيقى الكلاسيكية، التي بالمناسبة تعيش الوضع الذي تعيشه الموسيقى العربية المتقنة من حيث انصراف جمهور الشباب عنها. وبالتالي هذا النموذج الطاغي للغرب يؤثر على جيل الشباب لدينا
باتجاهه إلى أغاني ليس فيها من مكامن الإبداع من شيء. ثانيا، هذه الإيديولوجيات المؤثرة أفكار رافضة للآخر في اتجاهين. هناك اتجاه رافض للفنون عموما سواء موسيقى أو غير موسيقى، هناك اتجاه يعتمد المحلية الضيقة ولا ينظر إلى الفن الذي اكتسب في فترة كان هناك أبعاد قومية جمعت العالم العربي. هذه التأثيرات الثلاثة الطاغية تستبعد الموسيقى العربية المتقنة. إن بقي الأمر على ما هو عليه فلن يكون هناك من يستمع لهذه الموسيقى العربية المتقنة خلال جيل واحد. أيضا الألحان الجديدة اليوم تندرج في سياق هذه التأثيرات ضمن حلقة من التأثير المتبادل. الجمهور الشاب هو الذي يتحكم بالسوق، السوق توجه الجمهور الشاب للاندماج في هذه التأثيرات. هناك أيضا تركيز غير مبرر على اكتشاف الأصوات من قبل القنوات الفضائية فقط وإهمال البحث عن عناصر أهم. هناك كم كبير من الأعمال الغنائية التي أنتجتها فترات سابقة موجود على الإنترنت، ولكن الانفصال بين النص والوثائق السمعية البصرية في الحوامل التقليدية يتسبب في محتوى رقمي مشوش وخاطئ. شيوع النسخ لمعلومات خاطئة يثبتها في أذهان المتابعين، فيما تسيطر الأعمال الجديدة التي تجسد التأثيرات الثلاثة المسيطرة على جيل الشباب. ولكن بالمقابل هناك إمكانيات جديدة توفرها تقنية معلومات والاتصالات، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي. هناك التواصل مع المبدعين والذواقة بغض النظر عن الموقع الجغرافي. شرح مكامن الإبداع الموسيقي العربي بشكل معاصر وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها جيل الشباب يسمح بتحسين صورتها لدى هذا الجيل. يؤكد ذلك تجاوز صفحتي كما رأينا قبل قليل حاجز 250,000 متابع، نصفهم من الشباب، ما يعني أن هناك شريحة من الجمهور لا تزال تسعى لفهم أعمق لخلايا الإبداع الموسيقي العربي، وأن جيل الشباب ليس ببعيد عن ذلك. لنستعرض الآن مسارات المشروع. المسار الأول ناقل للمعرفة الموسيقية عبر التلفزيون والدراسات المكتوبة السمعية البصرية ووسائط التواصل الاجتماعي. يتعلق هذا المسار بالعنصرين الأساسيين اللازمين للتأسيس لأي نهضة موسيقية، الملحنون المبدعون والجمهور الذي يقدر الإبداع. تم في هذا المسار أولا إطلاق حلقات تلفزيونية جديدة تحت عنوان نحو نهضة موسيقية عربية جديدة، كما تابعنا قبل قليل في تحليل أغنية طل الورد على الشباك للسيدة فيروز. نلاحظ طبعا هذه الحلقات بمجملها منشورة على صفحتي على موقع فيسبوك وعلى قناتي على موقع يوتيوب. في هذا المسار تم ثانيا الاستمرار في نشر الدراسات المكتوبة التي تعتمد النصوص المتشعبة وإدماج ملفات السمعية والبصرية في سياق النص. مثلا هنا عندما قارنت بين لحن زوروني كل سنة مرة، وكان هناك مقارنة بين ما قدمه سيد درويش في هذا المجال والملا عثمان الموصلي، وكانت هذه مقارنة عبر مقاطع قصيرة جدا في الأغنية تبرز إلى أي اتجاه هناك تغليب لاحتمال أن يكون هذا اللحن سواء لسيد درويش أو لعثمان الموصلي. تهدف هذه الحلقات والدراسات المنشورة في المرحلة التمهيدية أيضا إلى نقل المعرفة من خلال كشف مكامن الإبداع في الموسيقى العربية المتقنة، كشف الظروف الموضوعية والتاريخية التي حرضت ذلك الإبداع، مع محاولة لاستكشاف إمكانية توليد ظروف مشابهة باستخدام تقنية معلومات والاتصالات. أقصد توليد ظروف مشابهة يمكن أن تحرض مكامن الإبداع في الفترة المعاصرة. هذه الحلقات توجه إلى الملحنين والموسيقيين والمغنين والشعراء الغنائيين والمؤلفين الموسيقيين وإلى الجمهور الباحث عن فهم أعمق. المسار الثاني محرض على الإبداع الموسيقي. تم في هذا المسار تشكيل فضاء إبداعي رقمي
للمهتمين على شكل مجموعة على موقع فيسبوك، هي مجموعة أوج ألحان واعدة جادة، عدد الأعضاء فيها يقترب من 5000، وتهدف إلى نقل المعرفة بشكلها الأعمق، جمع المبدعين الواعدين للقاء والتعاون على توليد نتاجات جديدة. تم أيضا بناء منهج تركيبي يسمح بتقييم الأعمال الغنائية الجديدة بشكل علمي. تم بعد ذلك إطلاق محرك للإبداع ومسابقة للملحنين الواعدين، منصتها المجموعة على موقع فيسبوك. طبعا هنا نلاحظ عدد الأعضاء في هذه المجموعة. يمكن هنا الاطلاع على أعمال مجموعة أوج بسرعة. طبعا هناك عدد كبير من الراغبين في الانضمام إلى المجموعة. هذه بعض أعمال التصويت الموجودة على جدار المجموعة. هذا الفيديو الذي يشرح فيه مسارات المشروع. هنا نلاحظ بعض الإحصائيات عن النشرات، ونلاحظ أن النشرات أحيانا تصل إلى ضعف عدد أعضاء المجموعة. هنا النتائج التي علمتنا بها لجنة التحكيم للأعمال الفائزة التي ستعرض على التصويت لاحقا. هنا بعض الأعمال التي قدمت للمسابقة التي تعرض للاطلاع قبل عملية التصويت، وأيضا هناك أعمال مقدمة من أعضاء تقدم للاطلاع للحوار حولها بين أعضاء المجموعة كفضاء إبداعي بين شعراء وملحنين وغير ذلك. تم وضع شروط المسابقة التي تتضمن عناصر إلزامية واختيارية، ونشر فيديوهات خاصة لشرحها للمتسابقين. تم استلام الأعمال الغنائية المرشحة للمسابقة، وتم إطلاق دعوة للمختصين عبر الإنترنت للمشاركة في لجنة التحكيم. تم تشكيل لجنة التحكيم متعددة الاختصاصات من خبراء وذواقة، وتوجيهها لاعتماد المنهج التركيبي لتقييم الألحان. تم إطلاق مجموعة سرية خاصة على موقع فيسبوك لعمليات التقييم التي تقوم بها لجنة التحكيم. طبعا هنا على مجموعة التحكيم، وهي مجموعة سرية، تتم أعمال التصويت على 31 لحنا مشاركا في المسابقة. وأنا أعرض هنا لبعض المقاطع التي يمكن مشاهدتها دون أن يكون هناك إشارة إلى الأسماء الموجودة. تم إنجاز عمليات التصويت. سيتم عرض الأعمال الغنائية الفائزة على المجموعة على موقع فيسبوك للحوار وللمناقشة، كما سيتم عرض الأعمال الغنائية الفائزة على جدار المجموعة وجدار الصفحة للتصويت عليها وتحديد الأغنية الفائزة. المسار الثالث في هذا المشروع توصيفي لواقع الموسيقى العربية. تم إطلاق استطلاعات رأي لتوصيف واقع الموسيقى العربية، واستعراض عناصر قوتها وضعفها والفرص والتهديدات التي تتعرض لها، وفحص الحلول المقترحة. تم إنجاز استطلاعات الرأي التي تتعلق بعناصر الإبداع. سيتم إطلاق استطلاعات الرأي الخاصة بعناصر قوة وضعف الموسيقى العربية، وكذلك فرصها والتهديدات التي تعترض تطورها، إضافة إلى العناصر الداعمة للإبداع. سيتم إطلاق استطلاعات الرأي الخاصة بالحلول المقترحة. ننتقل إلى الموقع والاطلاع على استطلاعات الرأي، ونجد هنا استطلاعات الرأي الموجودة. مثلا، هل ترى أن الموسيقى غذاء للروح وحاجة إنسانية للتعبير إلى آخره؟ فنجد أن 92% من الأصوات كانت لأن الموسيقى غذاء الروح، بينما 8% فقط لأنها أداة للتسلية والترفيه. إذن ما هو واقع الموسيقى العربية اليوم؟ وهل يلبي ذلك؟ فنجد أن 83% تقول أن 83% صوتوا على أن واقعها لا يلبي ذلك. ماذا عن وضع الشعراء؟ هل نفتقد الشعراء؟ طبعا 63% ومقابل 37%، إذن هناك توازن أفضل فيما يخص الشعراء. ماذا عن الملحنين؟ افتقاد ملحنين 79% مقابل 21%، إذن هناك
تغليب للافتقاد للملحنين القادرين على تطوير عناصر الإبداع التي أنتجتها النهضة الموسيقية العربية التي شهدها القرن العشرون، وتوظيف ذلك في ألحانهم للتعبير عن مشاعر وأحاسيس الإنسان العربي المعاصر. طبعا كلمة تطوير مهمة هنا. ماذا عن الأصوات؟ لا، نحن لا نفتقد الأصوات، ما نقول 60% لا نفتقد الأصوات، وهذا صحيح، الأصوات موجودة وبكثافة إلى آخره. فإذا هذه هي استطلاعات الرأي التي نحن نتابعها، وقريبا هناك استطلاعات رأي أخرى. المسار الرابع حواري، يعتمد على التغذية الراجعة التي تضمنت عمليا تعليقات إعجاب وتأييد، استفسارات تبحث عن تفاصيل إضافية، تعليقات وأسئلة تعترض على المشروع. فمثلا هل يمكن أن نلصق، هذا أحد التعليقات، هل يمكن أن نلصق تعبيرا نهضويا بموسيقى تعتمد الغناء أساسا ولا تعدو كونها فنا بسيطا ساذجا عفويا ليس فيه من الإبداع من شيء؟ سؤال آخر، هل هناك موسيقى عربية؟ سؤال ثالث، هل يمكن التأسيس لنهضة موسيقية عربية جديدة دون نهضة شاملة؟ أم ننتظر النهضة المأمولة مهما تأخرت؟ طبعا هذا السؤال كان عليه رد في حلقة تلفزيونية خاصة، ولكن أعرض هنا للملامح الأساسية التي أتت في الرد بعد قليل. طبعا هذا المسار يوظف وسائل التواصل الاجتماعي لمناقشة المشروع والإجابة عن التساؤلات والاستفسارات والاعتراضات، ويتم نشر حلقات تلفزيونية تجيب عن الأسئلة الواردة مع إطلاق استطلاعات للرأي حول مضمون الرد. مثلا من الأسئلة الواردة، هل يمكن التأسيس لنهضة موسيقية عربية جديدة دون نهضة شاملة، أم ننتظر النهضة المأمولة مهما تأخرت؟ الإجابة التي نشرت تلفزيونيا وهي موجودة، ولكنني هنا أعرض لها كمحاور، لا شك في أن تحقيق نهضة عربية شاملة هو الغاية المثلى. الإبداع في الموسيقى يتجلى بشكل أعمق عندما تكون مجتمعات يسيطر فيها الأمل بغد أفضل، لكن الموسيقى بطبيعتها تختلف عن مجالات النشاط الإنساني الأخرى، كما أن واقع الموسيقى العربية المتردي لا يسمح بانتظار تلك النهضة المأمولة. أولا، هناك فروق جوهرية بين الموسيقى ومجالات النشاط الإنساني الأخرى. لنفرض أننا استطعنا أن نطلق نهضة شاملة في العالم العربي بعد جيل واحد، هذه النهضة تستطيع أن تنطلق في أي لحظة علميا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا، انطلاقا من النماذج التي يعيشها العالم المتطور، إذ يستطيع أي مجتمع أن ينطلق علميا مثلا في أي وقت استنادا لما وصل إليه العلم في العالم، فالعلم واحد في هذا العالم. هذا صحيح في جميع المجالات الأخرى، لكن هذا الواقع لا ينطبق على الموسيقى، فلكل شعب موسيقاه، إن غابت تلك الموسيقى عن وجدان ذلك الشعب بغياب الأجيال التي عاشتها فإنك لن تستطيع استعادتها مرة أخرى. المشروع مستمر في المسارات الأربعة بانتظار المرحلة التالية. إيجابيات المشروع، التوظيف التكنولوجي يعطي صورة إيجابية للموسيقى العربية المتقنة والأصيلة أمام جيل الشباب. التوثيق العلمي والمنهجي للرصيد الموسيقي العربي يسهم في حفظه وتوفيره في صورة معاصرة ومفهومة. المشروع يسهم في تحريض الإبداع وفي تسليط الأضواء على المبدعين وفي استنباط المعالجة اللازمة لواقع الموسيقى العربية. لكن هناك تحديات أمام المشروع. مواقع التواصل الاجتماعي لا تعلم بالجديد إلا نسبة محدودة من المتابعين. لا رابط بين نشرات تعالج موضوع متسلسلا على موقع فيسبوك. جمهور الانترنت يميل مع الوقت لمتابعة المقالات والفيديوهات قصيرة المدة، ما يلغي تأثير تفاصيل هامة. الكم الهائل من المعلومات المتاحة على الانترنت دون أي تدقيق، والتي تبدو وكأنها بديل صالح. كلفة بناء حامل المحتوى الرقمي والمحتوى ذاته وحماية المشروع وتنفيذ مساراته بشكل متوازن عالية، كما تتطلب جهودا يومية وخاصة لمتابعة التعليقات والرد عليها. تحفيز الإبداع بحاجة لتمويل كبير. شكرا لكم.